تتواصل فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية. وشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان أقبالا كبيرا من الجمهور من عشاق الفن الأصيل الذي يحرص على حضور ومتابعة حفلات المهرجان. المزيد والزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم في الليلة الثالثة من ليالي مهرجان محكى القلعة. هنا يمتزج الفن والتاريخ، هنا تمتزج هذه الجدران التاريخية لقلعة صلاح الدين بين الفن المعاصر ونغماته. انطلقت الليلة الثالثة في تمام 8 مساء اليوم مع صوت الفنانة نادية مصطفى التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبدأت بغناء بعض الأغاني الوطنية في بداية الحفل، ثم انتقلت إلى الأغاني الرومانسية والعاطفية التي يحبها عشاق الفن الأصيل. هناك تجهيزات كبيرة من وزارة الثقافة ومن المسؤولين عن هذا المهرجان، مهرجان محكى القلعة. هناك تنظيم كبير لدخول المواطنين والجمهور حتى جلوسهم هنا في المقاعد المخصصة لهم أمام المسرح، وتتواصل الحفلة أيضا حيث يكون في الختام الفنان هاني شاكر مع مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه. هذا المهرجان الذي يستمر على مدار 14 ليلة، وهناك العشرات من الحفلات التي تقام بشكل يومي تجمع مجموعة كبيرة وكوكبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي وسط حضور جماهيري كبير من عشاق هذا الفن الراقي الأصيل. إليكم زملائي في الاستوديو.